السلام عليكم لفي، كي راكم دايرين؟ جيسبر تكونوا مليح، تكونوا بخير وعلى خير. انا صافا الحمد لله. مازال ما ولدتش، على بالي بلي كاين بزاف لي ميساج اللي راهم يوصلوني سواء على انستغرام سواء على اليوتيوب. الى ولدت ولا لا؟ مازال لا، مازال ما نولد، راني روطار البنات. راني فت قريب الترم تاعي صايي، ما ربي ما كتبش. انا كنت نقول بلي غادي نولد قبل الوقت، في كوجي ترافاي في بوندون سيت غروسيس، خدمت وتعبت كيما نقولوا حنايا، رحلت وحديت وسا، قلت غادي نولد بلا وقت قبل الوقت. مي نوربي قال لي لا، ما مازال ما ولدتش. فوالا دروك بون، حطيت والد في ليكول، ودروك راني رايحه ندير اون بريز دو سون ان شاء الله. عندي دي زانيز افير بور اكوشمون بروفوكي، ساي بون غادي نفوت هاد الويكاند ان شاء الله. اليوم انا الجمعه، غادي نفوت هاد الويكاند، غادي نولد مع رمضان، في رمضان غادي نفوت هاد الويكاند وان شاء الله. لا سمان بروشين يغون بروغرامي باش نولد ان شاء الله، ما شاء الله. وانت فوالا دروك عطاوني دي بريز دو سون افير و تو سا، راني راح نديرهم دروك. فوالا ها ولا تاع نجي تاع الدم وكاع، فوالا السكر وهداك الشي كاع، باش ان شاء الله نشوفو سي تو فا بيان، باش ان شاء الله بربي لازم واجده لا سمان بروشين ان شاء الله باش نولد ان شاء الله. هذه هي البنات، فوالا غير بغيت نعطيكم دي نوفيل توعي، و بغيت ندير هاد لا فيديو هكا ونتقاسم معاكم نقسم معكم شادرت النفس تاعي، شو وجدت النفس تاعي هكا باش راه كنخرج من السبيطار ان شاء الله. نقول لكم كاع شو وجدت، باش غير زعما نطيب بالخف طيب بالخف ان شاء الله، وناكل فنفس روحي كوا. هذه هي البنات، ولا نقول لكم سي بون، غدوة رمضان ان شاء الله نورمالمون قالوا سامدي، وانا الجمعه ان شاء الله يدخل لنا بالصحه والستر ان شاء الله، تصوموا بالصحه والستر ان شاء الله. و فوالا هادي هي، وان شاء الله ربي يكملكم كما راكم تتمنوا، ودعوا لي ربي ان شاء الله يجيب لي وقفه سهله، باش كوني شويه خايفه لانه هكا طولت الدعوه وكاع شويه خفت. هادي هي البنات، كما قلت لكم كاين حتى السبعه شافوني وكاع قالوا لي بلا توصلي للتاق تاعك، فوالا نورمالمون ما كان والو، والله اعلم. عندي دروك لي بريز دو سون كاع، ونشوف على ربي ان شاء الله، وان شاء الله ربي يجيب لنا السلاك ويجيب كاع المسلمين كاع النساء اللي راهم بالحمل ولا مرضى ان شاء الله يجيبهم السلاك، ولا شافي كاع المريض ان شاء الله. ونعاود نقول لكم ان شاء الله رمضان يدخل لكم بالصحه والستر ان شاء الله. فوالا البنات بقاو معايا، ندخل ندير لا بريز دو سون تاعي وكاع، وان شاء الله نتلاقاو من بعد ونقول لكم شنو وجدت باذن الله. فوالا البنات، فوالا البنات شوفوا، غادي نحيد السميد، درت ديجا كيلو، وغادي نزيد من بعد نشوف لا نزيد لا نجم، زدنا نقلي الكيلو الزاوي صافي، ندير جوج كيلو نتو فوالا. وغادي ايوا البنات كيما قلت لكم، غادي نحير السميد تاع الطمينه تاع الطقنه تاعي، نوجدها هكا. وانا راني دايره كيلو، وغادي من بعد نشوف نزيد كيلو هكا كي يجوا عندي ليا انا كي نخرج من السبيطار ان شاء الله، وتاني كي يجوا عندي صحاباتي ولا كش واحد يحمد لي تكون زعما السميد تاع الطقنه تاع واجده كيما نقولك الطقنه تاع سي لاباز. سميت درت هاد لامارك باسكو ما لقيتش لو رونار، بون لو لقيت هاد ديتا لا سمول بيان سور موين، سميت موين اللي درته فوالا. حيا كيلو نزيد من بعد كيلو نوجد الاخر، وانا راني ندير فيها اللوز، نقلي اللوز تاني تشوفو ابخي. تبغو ديرو اللوز، تبغو ديرو الكاوكاو، تبغو ديرو لي تبغو، مقصرات لي تبغوها. والجنجلان فوالا، جنجلان مقلي دوك نغسله ونخليه يقطر، ومن بعد نشفه فوالا، ومن بعد نطحنهم كاع ونوريلكم ان شاء الله. دوك نقلي كاع السميد تاعي البنات ونوريلكم. واس البنات كما قلت لكم، ها هو حيرت السميد تاعي، هذا كيلو البنات شوفوا هكا حيرت، درت غير كيلو بور لانستون، ما نجمتش البنات ما نكذبش عليكم، ما نجمتش نقلي الكيلو الزاويج في هذه الهضره. فوالا الوغ طحنت الجنجلان كما قلت لكم، غسلته ونشفته وطحنته ها فوالا. ابخي البنات كما تبغونا ندير الجنجلان واللوز، اللي تبغي دير القرقع، اللي تبغي دير البيستاج، كل واحد شي يبغي الكاوكاو، ولا اللي وحده اللي ما تديرها بلا والو ناتشورال. فوالا هي دروك نخلطها البنات، غادي نخلطها كاع البنات، ومن بعد نديرها في دي بواط
وندسها ان شاء الله للنفاس ان شاء الله بربي. فوالا هذه البنات بقاو معايا نعاونو لكم. فوالا البنات كما قلت لكم دروا غادي نوجد كما قلت لكم نفاسي. بون انا باغي ندير بالكوكس وي ندير بالكوكس ان شاء الله بالتعمير بالكوكس بالبولي والتعمير ان شاء الله. الو غادي نقسم معكم هذه غادي نوجد هادو ونديرهم في الكونجيلاتور. ما غاديش ندير بالكوكس اليوم غادي ندير التعمير تاعها وما نطيبها ما والو نديرها غير في لاخور ولا في الكونجيلاتور. فوالا الو نحتاجو سميد متوسط كبدة تاع الدجاج هذا الماء والزيت باش نفتلو السميد زبيب اختياري والكبدة البنات كاين اللي ميبغيش الكبدة يدير في بلاصتها الكفتة. فوالا بصل انا ربي تحت تبغوا ديروه هادي نتوما مقصو انا ربي تحت ربع حب خمس حبات بيض ثوم مربي وسيم كركم فلفل الكحل والقرفة. فوالا البنات دوك غادي نقطع غادي نبدا نفتل السميد ونولي لكم ان شاء الله. ايوا البنات دروك كما قلت لكم غادي نفتل السميد نمشي نفتله غير شويه باش نطريه كاين اللي يقليه انا نبغي نفتله. الو نفتله بجوج مغارف ندير جوج مغارف تاع الزيت اخر تبغوا ديروا زيت زيتون تبغوا ديروا زيت نورمال كما تبغوا كما هكا. بون ديك البوشه باسكو اللي دايره الدفا واللي شاريه لي كون وما شافها كاع وين داروهم لي البنات. هكا كيما راكم تشوفوا وندير غير شويه شعمة شون طري في ماما الى غير خصوصا مع كل شيء فوالا البنات من بعد ما فتلتها كما شفتو دروك غادي نديره في الكسكاس اي فور. فوالا نديره في الكسكاس اي فور شويه ونعاود نولي لكم بقاو معايا البنات. فوالا البنات كما هو السميد تاعي بدا يفور خليه فور شويه ودروك درت كما كتشوفو مقله تحمى الزيت تحمى غادي نطيب بالكبده. بون ندير البصل هذاك لي رابيته غادي نديرها ونخليه يدبال غير شويه راه مربي دوك اني تيدبال دوك مربي يدبال ونزيد معاه الكفته البنات دوك نزيد الكفته انا نولي لكم. فوالا البنات كيما كنتو راه البصل تاعي راه دبال شغادي ندير دروك غادي ندير الكبده البنات بصح الكبده البنات مغاديش نطيبها بزاف غادي غير ندبلها برك غادي غير ندبلها كاين طيبها بيان انا غادي غير ندبلها علاش باش كي نديرها في البركوكس ان شاء الله كي نديرها في هذاك البوده ونديرها في البركوكس ان شاء الله نديرها طيب الداخل نثقبها بالكيغدون نثقبها بالكيغدون باش يطلق الجي تاعها هذاك في البركوكس فهمتوني صافي غادي غير نطيب ما نطيبها بصح ما نطيبهاش بزاف نخليها شويه خاصها طياب هكا باش كي نديرها في البركوكس ان شاء الله تطلع لك الزيت تاعها شويه. فوالا البنات غادي ندبلها ونولي لكم. فوالا البنات ها هو السميد تاعي راه فار راح طرا غادي ندير فيه الصوالح الاخرين الو شغادي ندير فيه البنات غادي ندير فيه نص عرفية تاع زبدة مع زوج معالق تاع زيت الزيتون علاه باش يزيد يطرى راه ديجا فورت له كاع درت له الماء كاع باش يزيد يطرى باش ما يجينيش يابس كاين اللي يقليه انايا بون تاني كي نقولو يجي بنين مي انا بغيت نديره كيما هكا فوالا ومن بعد غادي نجيب ندير البيض تاعي غادي نجيب خمس حبات بغيتش نديرهم كاع ندير غير بشويه ونشوف الى يخص ولا لا ندير شويه كما شفتو هكا
ونخلط الى يجيني جاري. ها دوك نشوفوا الى خصني ولا لا. خلطوا بيان فوالا راه مليح ياك هكا يجي جاري البنات. ها اللي يجيني جاري كما راكم تشوفوا هكا باسكو سميد يشرب. ها نزيد غير شويه فوالا صافي طاحت لي قدر بحبات بيض البنات في غرفه في الفريزور تاع كيما هكا الغرفه هادو طاحت لي 5 حبات بيض بحبات بيض عفوا. والسال البنات الكبده كي طيبتها درت فيها الملح باش نقول لكم درت غير شويه ملح بصح دروك ندير الكبده نسيو ما نديروش الجوس نوجدنا قطعه بزاف. الكبده كيما قلت لكم طيبتهاش غايه خاصها طياب هكا باش كي نديرها في البركوكس تاع في البركوكس هكا واش طاح مت الو نزيد ندير الثوم تاعي درت قد جوج سنين تاع الثوم الزبيب البنات هي زعما تعمل جي فيه الزبيب تاع اللي ما يبغيش الزبيب ما يديرش فوالا الملح السمين ما راهش فيه الملح بنات نديرو الملح ديال الو نديرو كركم نديرو كركم فلفل الكحل باردون قرفة نديرو نكترو شوية تجينا هاديك البنات القرفة والفلفل الكحل وديرو البنات سكنجبير انا ما عنديش سكنجبير نسيت باش نشري ديرو سكنجبير فوالا البنات هيا غادي نخلطو كلشي بيان غادي نخلط كلشي البنات بيان كوم يلفو كيما راكم تشوفو الكبدة تاع الدجاج مع السميد مع كاع هادوك البيض كلشي غادي نخلطها كلشي بيان كوم يلفو وغادي نعاونو ليكم هكا باش الفيديو ما تجيش طويلة بقاو معايا البنات دوك نعاونو ليكم ايوا البنات صايي كيما قلت لكم صايي خلطته بيان كيما راكم تشوفو فوالا دروك غادي ندير دي بودان نديرها في هذا في الاليمونتير وغادي كيما هكا البنات غادي نطيبها لا والو غادي نخزنها ماما ديرها في الكونجيلاتور ديرها في الكونجيلاتور باش الاولاد نتاعي ان شاء الله بربي كما ها هكا نفيلمي ندورها غايه البنات كيما راكم تشوفو دروك نجيب الاخر كيما راكم تشوفو تبغوا تغلدو هنا هذا البكيت تاع من الاخر هذا السطوطه تكون اطون البنات ها تشوفوا اطون ديال البنات تكون ركقتها هذه دوك نزيد نغلي ابخي فو با تغلدوها بزاف ها وفو با هذه ركقتها وفو با ثاني كنا نرقوها بزاف فوالا ما دي تحلي دوك نقول لكم بعد ان شاء الله شحال طاحت لي واحد كما قلت لكم ما يلقش نغلطوها بزاف وما يلقش نركوها بزاف فوالا 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 ندورها هكا باش نعمل خطرة نحلها ونحزمها نحزمها منا ونحزمها منا نحزمها في دو كوتي فوالا البنات وغادي كاع نكملهم ان شاء الله ونعاود نولي لكم بقاو معايا ايوا البنات شوفوا وليت بهم فوالا هذه وجه التعمير تاعي كيما راكم تشوفوا كيما قلت لكم ها طاحت لي 2 3 4 5 6 7 7 هكا تعمير بون ما كيما تشوفوا ما درت مليح وهاد البنات كاين لي فوره بصح انا ما نفورهش انا ان شاء الله كيما قلت لكم كي ندير بالكوكس ان شاء الله راني ندخلها في لافان ندخلها ونطقبها بالكيغدون باش تلاقي البنه تاعها ويطيب بالكوكس فوالا البنات هذا هو التعمير تاعي اللي وجدت الانفاسي هاي التقنيه تاع تانيك اللي وجدت الانفاسي درت فيها
حيدت السميد ودرت ال ودرت اللوز والجنجلان طحنتهم فيه فوالا. ابخي دوك تبقى هكا كي نخرج من السبيطار ان شاء الله غير ندير الدهان والزبده والحسن ان شاء الله. وهذا بالكوكس فورته اللي عندي يومين ولا ملي فورته كان عندي شويه بالكوكس فورته دوك نزيد نفور فيها على الجو هذا وزدتها في الكونجيلاتور ما عنديش بلاصه في الكونجيلاتور. فوالا هادو هما صوالحي وجدتهم من فاسي هكا كي نخرج من السبيطار ان شاء الله. هذه غير نلون وهذا ثاني غير ندير غير مرقه تاع بالكوكس ان شاء الله وفوالا ونفس روحي. فوالا البنات هذه هي وصلنا لنهاية الفيديو. نقولكم على بروشان فيديو ان شاء الله. جيسبر ان شاء الله على بروشان فيديو ان شاء الله نكون ولدت باسكو لا شو فريمون او بو دو ما في لا صاي عييت كرهت. فوالا نقولكم تهلاو في روحكم ما تنسوش بالبارطاج بالجيم ولا بتيت كلوش وما تنسوش تابونو في الفيسبوك وفي الفيسبوك وفي في الانستغرام. وان شاء الله كي يدخل رمضان علينا ان شاء الله يدخل لنا بالصحه والستر ويدخل لكم بالصحه والستر ان شاء الله وتصوموا بالصحه ان شاء الله. ولي ان شاء الله ربي كاع نتمنى كاش امي ربي يحقق هذا. وان شاء الله في رمضان يكون لي لايف ان شاء الله في الفيسبوك. فوالا البنات هذه هي نقولكم تهلاو في روحكم ودعوا لي ربي ان شاء الله. وهذه هي عيا تهلاو في روحكم البنات بسلامه.